أنا فيكم اليوم معي في اللايف. اليوم أنا ما راح أنجز لوحة معينة كالمعتاد، ولا راح أجرب تكنيك جديد في فن الأكريليك أو سكن الأكريليك. اليوم أنا راح أبي أجرب معكم شيء معين كذا، ونبي نشوف النتيجة شلون بتكون. من الشغلات الوايد مهمة واللي هي تعتبر الشغل الشاغل حق أي فنان قاعد يشتغل بالأكريليك بورينج، هي ظهور الخلايا عنده في اللوحات اللي قاعد ينجزها. طبعا بعض التكنيكات ما تعتمد على ظهور الخلايا، ولكن خلينا نقول يعني 90% ما كان اكثر او هو يعتمد على ظهور الخلايا، هي اللي تعطي رونق وتعطي حلاوه حق اللوحه. ظهور الخلايا يعتمد على استخدام ماده السيليكون. ماده السيليكون هو زيت، عفوا زيت السيليكون، زيت السيليكون هو زيت مثل هذا، يكون زيت ابيض شفاف. انزين، هو يستخدم بشكل رئيسي حق الاجهزه الرياضيه، تشحيم الاجهزه الرياضيه وخاصه اللي هي اجهزه المشي وما شابه. انزين، طبعا في الوطن العربي مو موجود عندنا، يعني زيت السيليكون هذا يعتبر شيء يعني نادر كثير، واغلب العرب حتى اللي يشتغلون في الاكريليك بورينج قاعدين يشترونه مثلا من دول برا، والبعض انه قاعد يحصله. انزين، هني ظهور الخلايا وايد ناس تكلموا عنها، يعني هو موضوع يطول الشرح فيه وموضوع يعني طويل عريض. الاغلب اللي تكلموا بهذا الموضوع هم الفنانين الاجانب، والامانه يعني يشهد لهم انهم عندهم براعه خاصه في كيف انهم يستخرجون الخلايا. انزين، كثير فنانين عرب يعني مشكورين حاولوا في الموضوع، حاولوا يستخدموا مواد بديله، يعني البعض مثلا يستخدم سيرم الشعر، هذا سيرم شعر عادي. انزين، البعض قاعد يستخدم اللي هو السبراي اللي هو W40 اللي يستخدم حق ازاله الصدى من على المعادن او ما شابه، والبعض يستخدم مثلا زيوت شعر او غيره. ولكن للحين انا ما شفت حد فنان عرب فعلا قاعدين يستخدمون المواد هذه وتظهر عندهم الخلايا، اللي هو الواحد لما يشوفها مثل الاجانب يقول انه واو. يعني ما ابي اقول لكم مئات الفيديوهات اللي انا شفتها حق فنانين عرب، ولكن النتيجه ما ذاك الزد. حتى انا نفسي يعني استخدمت سيرم مثلا يمكن ثلاث نوع هذا والنوعين مختلفين، استخدمت زيوت شعر، استخدمت اللي هو السبراي هذا، ولكن تطلع خلايا بسيطه بس، مو الخلايا اللي الواحد يقدر يعني يعتز فيها يقول ان انا فعلا عندي لوحه الخلايا اللي فيها انه هو يعني شيء بيرفكت. ما صار هذا الشيء. فاليوم انا بجرب بطبق اللوحات هذه مثل ما انتم شايفين، اربع لوحات صغيره، هي مقاس 30×25. انزين، وبطبق على كل لوحه منهم الماده من الاربع مواد. طبعا هذا مثل ما قلنا سيرم، هذا اللي هو W40. انزين، وهذا زيت مال التشحيم اللي هو زيتون في مكان الخياطه، حصلته في احد المحال وقلت خل اجربه. وهذا اليوم حصلته زيت مال التشحيم تقريبا مال القواري او السياكل الشغلات هذه، وهم نفس الشيء انه بنجرب على كل لوحه نوع وبنشوف بعدين شو الفرق، عشان بس نقرر ونشوف شو النتيجه اللي بتطلع معنا. انا مختار هني الالوان بشكل عشوائي. انزين، وحتى المزج السكب راح يكون بشكل عشوائي، انا ما ابي انفذ لوحه معينه، وبنشوف يمكن تطلع بعد حلوه. بستخدم ابسط واسهل طريقه حق الاكريليك بورينج اللي هو السكب من خلال الكوب، ابسط اللي هو من خلال الكوب المقلوب. تمام، فالحين انا اللي بسوي انا بقسم الالوان هذه في الاكواب الصغيره بحيث اني اقدر اخلطهم بالمواد اللي تكلمنا عنها. طبعا انا ما بستخدم كل الالوان في كل اللوحات، يعني على اساس بنشوف شو النتيجه بتطلع. هذا اللون الابيض بستخدمه مع الاربع لوحات بطبيعه الحال. يعني الابيض اعتقد في كل اللوحات بيكون عاده بيكون انه داش يعني في السبب. زين، هذا اللون الابيض، هذا مثلا السيروم بحط منه ثلاث نقاط وبنمزج بشكل كافي على اساس ان الماده هذه تمتزج قدر المستطاع مع اللون. للعرب، اي فنان عربي قاعد يشتغل بسكب الاكريليك
عنده مشكلة كبيرة إن المواد، يعني مثلا إحنا هني، مثلا أنا حسب تجربتي هني، يعني عندنا مثلا في أمان نفس ولاية الصحار أو مناطق حتى القريبة من الصحار، يعني حتى المكتبات، أغلب اللي في المكتبات اللي يبيعون هم أصلا ما عندهم خلفية كثير الألوان هذه شنو الألوان، لأن الألوان الأكريليك تختلف من نوع لنوع، وايد في فروقات ما بينهم. يعني الموضوع مو كل واحد اوكي هذه يبيها كان قص المفروض اوكي مش مشكلة ممكن استخدم من ممكن مباشرة. كان نوعي ونحط مشكلة. اوكي هذا الزيت لون اصفر والكثافة مالته يعني أخف من العسل شوي، بس يثقل الكثافة مالته يعني مو خفيف. أتمنى إنه يكون للنتيجة، لأن حتى مو مكتوب عليه على العلبة مالته، مو مكتوب عليه أصلا هو شنو المحتوى. وبعدين حتى الناس اللي قاعدة تشتغل بالسبراي هذا اللي هو W40، أغلب النوعيات، يعني حتى لما رحت أشتري اللي هي النوعية الأصلية اللي هي W40، النوعية القديمة المعروفة هذه، اصلا مكتوب عليه ان هي خاليه من السيليكون. فما ادري يعني هم يقولون مثلا النوعيه هذه بديل السيليكون، شلون بديل السيليكون انا ما ادري. زين انا علشان ما اتلخبط خلوني مثلا، احنا قلنا هذا هني اللي هو الزيت هذا، وهذا هني السيرم، علشان اقدر اعرف بالضبط انا شنو خلط. زين الحين بستخدم اللي هو الدبليو فورت. زي ما صار عندي هني مكان والصفر الدنيا كلها زي الحق داري. بس هم بعض الفنانين يستخدمون مثلا ماء، يعني في انا شفت مثلا وحده من الاخوات يعني كانت تقول جربت بالماي وتقول يعني بعد طلع عندها خلايا، يعني ما نقدر نقول انها بالضبط ولكن يعني صار عندها خلايا. طبعا من المواد اللي تساعد في موضوع الخلايا اللي عندنا اللي هو الميديوم الوسيط اللي يستخدم حق تخفيف الالوان. طبعا هذا شبه ما موجود عندنا في الوطن العربي ولا عارفين اصلا هو شنو. اللهم مكتبه يعني حصلت من ايام هم جايبين منه نوع، هم حتى ما عارفين، هم يقولوا الشركه الوكيل يا وكذا وقالوا هذا زين، فيقولوا يعني اخذوا منه، بس يعني شيء تطور نوعا ما. زين وهذا الزيت اللي هو يستخدم حق مكاييل الخياطة مثل ما قلنا، حط منه بس شيء كل يعني ما يوازي تقريبا 3 قطرات. زين هذا اللون الابيض خلاص خلصت منه. الحين مثلا خلني اخذ اللون الاخضر. ما علي اسمحوا لي عاد صوت على حفظ. هذا بس بخلي منه 3 أكواب مثل ما قلنا، يعني ما بستخدمه مع الكل، لا ما بستخدم هذا معه، خلي ممكن استخدم زين. هذا اعتقد ان الشذي خلاص امتزج بشكل جيد. زين وبناخذ اللي هو الزيت هذا. زين هذا الشذي يكفي.
لا بقول لكم ان الاكريليك بورينج بامانه يعني هو فن حد ممتع، يعني ما ادري يعني بقول لكم انه صار عندي شغف احيانا، ومثلا المتابعين على قناه اليوتيوب عندي يمكن شافوا اول 3 فيديوهات تقريبا. انا كنت يعني في مقدمه اللوحه قبل لا انجز اللوحه، يعني كنت اعرف عن روحي، فكنت اقول انا صار لي 18 سنه تقريبا وانا يعني ما رسمت ابدا، وكان عندي هوس او شغف بالالوان الزيتيه، ولكن بامانه من بعد ما جربت الالوان الاكريليك لا يعني شيء وايد وايد حلو. يعني كنا اعرف بعض الاشخاص مثلا هم اصلا كان عندهم هوايه الرسم من زمان، يعني المراهقة وحتى بداية الشباب، ولكن ظروف الحياة والدوام والأسرة إلى آخر خلت الواحد يعني إنه مثلا خلاص يعني يهد الهواية هذه. أنصح الجميع اللي عنده هواية يا جماعة إنه قدر المستطاع ينميها ولا يهدها، ويحاول إنه يشتغل عليها. يعني مو شرط إن الواحد خلاص أنا مثلا كبرت أو ما عندي وقت، لا عندنا الأجانب نشوفهم مثلا دوم حصل واحد عمره 70 سنة وبعده قاعد يدرس وياخذ دورات ويسوي كل شيء هو يبيه. هي في النهاية الحياة قصيرة، فالواحد يعيشها مثل ما يبي، يعني لا يحرم روحه من شيء، خاصة إذا عنده هواية، لأن الهواية تعطي ثقة بالنفس، تعطي إحساس بالإشباع، إن الواحد يصير عنده إشباع، الواحد يصير عنده شيء مهتم فيه، شيء هو يحبه. وأكيد كلنا عارفين إذا الواحد يسوي شيء هو يحبه الطبيعي انه يسبب له هذا الشيء سعادة. يعني يعني مثلا انا سمعت عن وحدة كبيرة بالعمر، يعني هي يده يعني عيالها متزوجين كبار وعندها احفاد كبار، يعني مرة كبيرة في العمر، دولة عربية بعد مو دولة اجنبية، الحين طلعت في راسها من فترة انها تدرس اللغة الاسبانية، وفعليا ما ادري التحقت باي جهه معينه، كليه معينه او كليه معينه او معهد معين، وبالفعل الحين خلاص تخرجت وخلصت الدراسه مالتها، فهذا شيء انجاز. طبعا اكيد عندنا في وطننا العربي الطبيعي ان الناس يضحكون على شغله مثل هذه. ويعني انا مثلا عندي بقول لكم شغله، عندي اخت في الدوام، يعني هي مرة متزوجة ما شاء الله، يعني عندها عيال وشذي، يعني يمكن حتى أكبر عيالها 15 سنة تقريبا أحيانا، هي تدرس وهي ولدها بنفس الصف، يعني يدرسون مع بعض وشذي. هذا شيء كان وايد حلو، يعني البعض مثلا كان يحطونها مثلا شو بتسوين بالشهادة يعني لو خلصتي؟ لا ما في شيء اسمه إنه الإنسان يوقف عن طموحه. انزين هذا انا مثل ما انت شايفين انا ما قاعد اخلط كله بنفس الشيء، على اساس اني ما بستخدم كل الالوان مع كل النوعيات هذه المواد اللي انا استخدمتهم. خلوني الحين باخذ الازرق الغامق. انا الحين ما بكثر على اساس انه لو طلع يبي له زود ان ايه ممكن ان ارجع اخلط مره ثانيه، يعني الموضوع بسيط، ممكن ان انا اضيف كوب اضافي. يعني باخذ الازرق الفاتح الحين او السماوي مثل ما نسميها عندنا في عمان.
انا اتمنى ان النتيجة تطلع حلوة. هي الفكرة ان ابي اشوف شو الفرق ما بين المواد هذه اللي انا استخدمتها، وان شاء الله اتمنى ان تطلع النتيجة حلوة. يعني مثل ما قلت لكم، انا ما الهدف ان انا اسوي لوحة، بقدر ما انا ابي اجرب اشوف المواد هذه شنو نتيجتها. يمكن البعض مثلا انه عنده ملاحظات احيانا عن الفيديو، ان هم ما يبغوا يشوفون كل هذا، يعني هم يبون شيء مختصر. يعني مثل فيديوهات التيك توك، انا انزل مثلا فيديوهات على التيك توك مدتها طبعا اقل من دقيقه، 59 ثانيه. اكيد اي حد عنده اكونت على التيك توك فهو عارف الموضوع هذا. يعني هي لقطات مجمعه بس، اوكي حلو، ولكن انا هني الهدف، يعني مثلا سواء على انستغرام اذا انا سويت لايف مثل احيانا، او على القناة على اليوتيوب، أنا مو الهدف بس إن أنا يعني أحط فيديو إنه استعراض، وإنه يعني مثل ما نقول لقطات مجمعة وشذي وخلاص وناسة. يعني هي الهدف هني إنه يكون يعني تعليمي قدر المستطاع، مثل ما أنا لما يعني أنا صار لي الحين من 29/5، يعني شهرين وعشر أيام تقريبا، أو شهرين و11 يوم من بلشت في موضوع الأكريليك بورينج. بأمانة استفدت وايد من الفيديوهات. طبعا يعني الفيديوهات اللي شفتها 99% منها فيديوهات أجانب وفيديوهات عرب، استفدت حيل منها، لأن في النهاية الأكريليك مجاله وايد واسع. ويمكن قاعد أجهز الحين فيديو أتكلم فيه بالتفصيل عن أنواع الألوان الأكريليك، وش الفرق ما بينهم، وش اللي موجود في الأسواق. لان مثل ما قلت لكم من شوي، يعني حتى اللي يبيعوا الاكريليك في المكتبات، يعني في الغالب هو اصلا ما يدري هذا شنو بالضبط، هو قاعد يبيع شغله. طبعا انا ما اقدر الوم احد، انا ما قاعد انتقد احد، انزين. في النهايه اكيد مو كل الناس بتعرف كل شيء، يعني في الدنيا كل حد مهتم بمجال معين. ولكن طبعا اذا يعني المكتبه او الشغالين في المكتبه عندهم خلفيه عن المواد هذه، اكيد بيكون شيء افضل. ولكن في النهايه بعد يعني هي مجرد وظيفة مثلا. يعني فالألوان الأكريليك مثلا عندنا وايد منها نوعيات، مثلا عندنا اللي هو الأكريليك اللي هو اللماع الاستوديو، وعندنا اللي هو المطفي اللي هو بدون لمعة، وعندنا أيضا اللي هو فيه الفسفوريك، وفي عندنا الألوي. الألوي اشتغلت أنا فيه يمكن 3 لوحات، وتقريبا حتى الألوي نفسه يعني بالضبط في وايد ناس حتى ما تدري هني يعني شو الألوي بالضبط. يعني أنا بالصدفة اكتشفته يعني بأحد المكتبات موجود، حتى كان نوعية قديمة وشذي، ولكن هو بأمانة نتيجته كان وايد وايد حلوة. يعني كان شيء وايد حلو النتيجة بالنسبة لي. ونفس الشيء الالوان الاكريليك في نوعيه منها يعني لها درجه عتمه. يعني مثلا اللون، على سبيل المثال لو بنقول ناخذ اللون الاحمر، اللون الاحمر مو كله نفس الدرجات. يعني اكو نوعيه تجي شفافه، يعني لو انا مثلا اللوحه اللي بشتغل عليها نفترض فوقها رسمه من قبل، او مكتوب عليها شيء، او مثلا سويت عليها خطوط معينه، لو اللون هو يعطوكم درجه من 1 لـ 5. يعني طبعا الشركات اللي هي البروفيشنال، الشركات اللي هي البروفيشنال في مجال المواد الفنية اللي هي تصنع الألوان هذه، تحطي يا إما دائرة، دواير من صغيرة لأكبر، بحيث إنها تراوي التسلسل هذا، إنزين، يعني تعرف المستخدم درجة عتمة اللون، لأن هو يعني ما كل الاستخدامات واحد، والبعض منها يجي نجوم، والبعض يكون مربع واحد ومظللين مثلا نصه ومخليين نصه انه فاتح، بحيث يقولوا ان هذا نص معتم او معتم بالكامل. زين، هذا الفضي خلاص. الحين باخذ البنفسجي وبقسمه على 4 أكواب، أعتقد ممكن يكون لونه جيد مع الـ4 لوحات.
وطبعا يفضل ان لازم يعني بقدر المستطاع نحاول نخلط اللون. يعني انا الحين قاعد اشتغل بسرعه لان ادري انه وايد طولت عليكم وشذي ما بعد ما نخلص، ولكن قدر المستطاع نحاول نحنا نخلط اللون يعني بشكل جيد. يلا حركة سريعة قدر المستطاع، خلونا نبتدي السكب المزج وبعدين السكب ونشوف شنو النتيجة بتطلع معانا. بنستخدم السيروم. على فكرة الطريقة هذه اللي أنا قاعد أسويها الحين اللي هو الكوب المقلوب يعني مثل ما نسميه، هذه طريقة ممكن إذا أنتم مثلا اللي عنده أولاد عنده أطفال، طريقة ممتعة وسهله يعني ما يبي لها وايد شغل. يعني انتم ما بتخلطون نفس ما انا قاعد اخلط يعني شذي، حتى مو شرط ان يعني تسوون خلايا يعني هذا انا يعني بحكم موضوع مختلف يعني، بس انتم في البيت مثلا ممكن الموضوع يكون ابسط شذي مع عيالكم مثلا شيء صغاريه قاعدين تلعبون بيطلع اعتقد وناسه بالنسبه لهم بيستحسون حيل يعني. زين خل اخذ البني، البني ممكن استخدمه في لوحتين بس لان اللون يعني غامق كذي ما ابي اخلي اللوحات تصير ما في درجة البني وايد، اعتقد كذي كافي ما بحط وايد. انزين شو اللي بستخدم؟ اوكي ممكن احط مثلا السيروم لان اللون صار هني اقل الالوان اللي اخلطها. يلا هذا السيروم تحسونه انه سهل الخلط بسرعه ينفصل. زين ممكن اخذ الزيت هذا زين، فانا انصحكم اذا حد عنده يعني اسره عنده اطفال هال شذي زين، وخاصة الحين إذا ما عندهم مدارس يعني هذه فرصة وايد حلوة ممكن تجربون. يعني لا تاخذون ألوان بروفيشنال، لا تاخذون نفس اللي أنا آخذ مثلا نص كي نص لتر أو نص كيلو أو 750، لا أخذ لكم اللي هي العصارات الصغيرة تطقم هذا على بعضه يعني ما يكون مكلف نفس اللي يستخدمونه طلبة المدارس يعني. انزين الأصفر أنا أبيه في كل اللوحات، فهني بقسمه على 4 أكواب. هذا صار شوي ثقيل من المكيف. هذا أول كوب، ثاني كوب. أوكي. زين خلينا نبلش بالسيرم. يلا حركة سريعة. ايس كريم. على طار الفقاعات قبل شوي لما غلطت وقلت ابي اقول خلايا قلت فقاعات. الفقاعات هذه كابوس يعني بالنسبه لاي فنان قاعد يشتغل بالاكريليك، انه لما يمزج اللون ويجي وقت السكب انه يتفاجئ ان اللون فيه فقاعات، هذا كابوس لانه يخرب له اللوحه. وانا عندي صار هذا الشيء يعني اكلمكم الحين عن تجربه. حتى الحين قاعد اجهز فيديو شلون بالنسبه للفقاعات يعني او من الفقاعات يعني المشاكل بالاصح اللي صادفنا لما نمزج نخفف اللون على اساس قبل مرحله المزج.
من ضمنها يعني اللي هي مشكلة الفقاعات هذه. بس إني كنت قاعد أصور قبل شوي فمندمجت، فبدل ما أقول خلايا قلت فقاعات. يلا ما عليه سمحوا لي. هذا الشيء أعتقد إنه زاهق خلاص. أوكي. الأسود أنا بستخدم خفيف خفيف خفيف، ممكن أستخدمه حتى في 3 لوحات بس ما أبي له في الكل. كميات صغيرة حتى يعني. إذا هذا الأسود زين هذا كذي اوكي. الحين باخذ هذا اللي هو ما ادري شو يسمونه، اللي هو درجه من درجات البنفسجي. شوف بعض الدول يقولون عليه فوشه او فوشي كذا. شباب لا تنامون، ها ادري طولت عليكم بس لا تنامون، انتظروا شوي ان شاء الله لما تشوفون النتيجه بتستانسون يعني. زين خليني ابلش هذا السيره. السيرم حلو انه يمتزج بسرعه اسرع من غيره. أعتقد هذا الشيء خلاص كافي. البعض يتراوالي او لا، انا متاكد مو بس يتراوالي، ان البعض لما يشوف مثلا فيديوهات الاكريليك بورين يعني سكب الاكريليك يعني يعتقد ان هذه مثلا مثل شخبطه، ان واحد قاعد يجيب شويه فضل انزين وكب هذا على هذا وصارت عندك في النهايه لوحه. بس طبعا الموضوع لا مو كذي يعني. فهو الشخص لو ما كان متمرس اصلا في الالوان وما لو كان اصلا رسام من الاساس ما راح يعرف يسوي شيء، او على الاقل انه يشتغل في الاصباغ يعني انه مثلا صباغ او شغله. بس حتى الصباغ يعني ما اعتقد انه بيكون الموضوع عنده بنفس السهوله يعني. العمليه مو بس تعال حط الوان، ولا كان كل حد سوى يعني الموضوع هذا. يعني الموضوع مثل ما قلت لكم هو شغف وتنسيق، انك شلون مثلا تنسق الالوان مع بعض وشذي، يعني عوامل كثيره اكيد انها تلعب دور. زين هذا الاحمر باخذ منه بس كوبين، اعتقد ممكن ان انا اخلط ويا السيرم. انا عاد اتمنى يكون وعيكم حلو وتطلع الخلايا بشكل حلو يعني.
لا انا ما بخلط، بخليه كله مع بعضه بحيث اساس ما ابي الالوان تكون متكرره بكل اللوحات يعني. انزين ده بالاحمر نفسه احتاج. اوكي ناخذ الحين اورنج. زين اورنج انا ممكن احطيه هذي الواحد. انا ماخذ راحتي ولا كانه لايف ولا كانه شيء. ما انا اقول لكم قبل شوي ان الواحد لما يمارس شغله هو عنده شغف فيها وشغله او يحبها يشعر بالسعاده. فبامانه يعني من اسعد الحالات اللي امر بيها انه لما اكون قاعد اشتغل على لوحه معينه. زين ممكن اعتقد ممكن نستخدم ويا اللوحه هذه. يعني البيت صاير عندي مرسم مو انه بيت يعني. لوحات بكل مكان، ما صاير عندي حتى مكان وين اقدر اخزنهم يعني. واللوحات اللي بالاكريليك المشكله ان هي اصلا الوان مائيه، هي صح يعني انها المفروض انها مقاومه للماي بعد ما تجف. ولكن تتاثر بالرطوبه، الرطوبه والحر يعني. لاحظت انه لما اخلي ممكن اي بعدين احصلهم انه نوعا ما يعني لازقين ببعض. انزين عندي الوردي اعتقد شذي كافي، ممكن احط الوردي مثلا مع لوحتين بس. انزين ممكن احط الوردي هنا واحد منهم مع السيروم. مثل ما انا دوم اقول لي مثلا حق ربعي او الناس اللي بالدوام او اهلي، اي حد يعني قاعد يشوف الفيديوهات اللي انا انشرها على اليوتيوب او انستغرام، اي حد عنده ملاحظه، اي حد عنده نصيحه، عنده اقتراح، انزين بليز لا تترددوا. ما عدا طبعا شيء واحد ولا تضحكوا يعني اللي هو طول الفيديو، لان وايد ناس مثل ما قلت لكم مثلا انهم يعلقون على النقطه هذه. على قدر المستطاع يعني انا ممكن الفيديو مثلا قاعد اصور 4 ساعات يعني. خلكم الحين اللايف صار لي مثلا 8 يوم قاعد اسوي لايف، بس انا لما اصور يعني انا عاده اصور كاميرتين او 3 كاميرات. فالفيديو اللي هو المونتاج اللي ينزل على اليوتيوب مو هو نفسه اللي قاعد ينزل اللي هو اللايف على انستغرام يعني. هذا شيء وهذا شيء ثاني. فانا اصور مقاطع صغيره مثلا لمده ممكن 4 ساعات اجمعهم، فاخلي السرعه مثلا في 4، احيانا السرعه في 8. زين بالطريقه هذه بحيث انه يكون الوقت اقل طالما الفكره وصلت. لكن في شغلات احيانا بعض اللوحات يعني او مرحله معينه انا محتاج اني هني اراوي المتابع انه مثلا، او النتيجه احيانا لما اصور اللوحه في النهايه بعد ما اخلص محتاج ان المشاهد يشوف النتيجه شلون طلعت يعني بالضبط. زين انا هني خلصت النسج، اتسمحوا لي طفيت عليكم وايد او طولت عليكم. زين الحين انا بمزج حق كل لوحة على حسب اللي أنا سويته. طبعا هذا الشيء خلاص المفروض إن أنا مزجتهم خلاص. خلوني أشيل بس اللي هو الستيك هذا. بقعد كل شوي رايح راجع، خلي يجيب الماي هني يمي. زين اوكي زين هذا اول اللي هي اللوحه اللي خلطنا فيها السيروم الشعر الابيض.
ناخذ البنفسجي. مثل ما قلت لكم ان انا قاعد امزج الالوان، يعني ما شرط شيء محدد، ولكن بعد هذا ما يمنع ان قدر المستطاع ننسق الالوان. زين، ممكن ناخذ هي البني، يعني كل واحد ومزاجه، وكل واحد على حسب هو ميوله شيء يحب شيء ما يحب. زين، خلنا بعد نحط ابيض شوي. أعتقد الألوان شوي وخلاص، المفروض إن الكمية صارت. أعتقد كافي، ما عليه، بس بحط شوي وخلاص، فذي إني بكتفي على أساس الألوان ما تكون أكثر من اللزوم. زين، ناخذ شوي البنفسجي، حط إياهم بعد نفضي. إنزين، هذا أول كوب، علشان بس ما أتلخبط فيهم خلني بحطيه يم اللوحة اللي المفروض بيكون فيها التطبيق. ما عليه، لا توسخها، بقع منكم ألوان أو شيء، ما مشكلة، ترى في النهاية أنتم نسكب على اللون يعني، فلا تشيلون هم يعني، لا تحطون من هالناحية. إنزين، بنخلط الحين الثاني على السريع. شوفوا، مثل ما قلت لكم الالوان زادت، عشان شذي يعني قلت لكم ما بخلط، ما بستخدم الالوان كامله، وهم نفس الشيء زادت يعني، فانتوا بس تحطون الوان جاهزه. بس يمكن عشان انا اسوي لوحات كثيره، يعني انا مرات اسوي 4 أو 5 لوحات بنفس اليوم، فبالتالي عندي الوان كثيره اللي يعني وراي. في يوم بحاول اراويكم نوعيه الالوان اللي عندي وشذي، شلون انا اخلطها واخليها جاهزه. فالالوان هذه انا ما اقطها في الزباله يعني، او اخليها مثلا انا اغطيها عندي كذا طريقه حق التغطيه، وحسب شو البوطي او الكوب اللي انا حطيه فيها استخدمه حق لوحات ثانيه يعني. زين، هذا قلنا اول واحد خلاص. الحين الثاني بنستخدم، بحاول اني انا ما احط نفس الدرجات، على اساس ما ابي يطلع نفس اللوحه هذه، ابي يطلع شيء مختلف تماما يعني. زين، بنحط هنا الاخضر الفاتح، الاخضر الغامق، ممكن نحط ابيض، بعدين البنفسجي ابيض شوي نفس الشيء، وبعدين ناخذ اللي هو البنفسجي الفاتح هذا اللي هو جلب حق الوردي. انزين، ممكن احط هنا الفضي يعني، وهكذا بحيث انه يعطينا تدرجات مختلفة. انزين، وهذا الكوب الثاني صار زاهد كذي. اشيل الالوان اللي زادت معي. انزين، الكوب الثالث الحين، او اللوحة الثالثة. شنو الكوب الثاني؟ قلنا بعد الايس كريم. يب، الالوان هذا شكلها مثل ايس كريم، لا شهية. هذا سيء. من ميزة الألوان الأكريليك إنها سريعة التنظيف، يعني مثلا قفشة مثل هذه أو كوب بلاستيك لو أنا ما أبي أقفل ينغسل بالماء، وحتى لو تم ثاني يوم يعني مثلا القواعد، يعني مثل ما تشوفون هنا أنا أستخدم نوعية الدبابيس هذه،
نفس اللي نستخدمه حق لوحة الإعلانات، ولكن حجمها أكبر. زين، طبعا أنا أخليها مثلا ممكن 3 أو 4 أيام، لأن اللوحة تجف وتكون وايد عليه ألوان من الخلفية، ولكن أنقعها مثلا في ماي في كوب مثلا كم من ساعة يطلع منه وأرجع أستخدمها مرة ثانية. فالأكريليك يعني هو المفروض إن هي ما الألوان الأكريليك بدون ريحة، ولكن أنا تو اشتريت يعني من أيام الأسبوع الماضي شريت ألوان جديدة كذا نوع، على الأقل نوعين منهم لا حصلت فيه ريحة، تقريبا ريحة مثل الريحة العضوية، مثل الأصباغ اللي هي فيها روائح عضوية. زين، الحين الكوب الثالث اللي كنا خالطين فيه اللي هو الزيت اللي قلنا هذا الأسود. اوكي، أصفر، بعدين أبيض أساس نفصل شوي، استخدم العكس لون أقوى. هني عاد بسوي العكس، مثل هني غير، هني الطريقة غير في الكوب هذا، هني بدمج إنه من صوبين الألوان بحيث أبي التأثير يكون مختلف. يعني أتمنى يكون هذا بفائدة في النهاية، من النتيجة إنها تكون مرضية. زين كذي كافي، مثل ما قلت لكم انا اعتقد الكميه بتكون كافيه على مقاس اللوحه، ولكن اذا احتجت انا ممكن اخلط كوب ثاني وازيده. يعني التكنيك هذا مال الكوب المقلوب هذه يعني سهل حيل، يعني نقدر نتحكم فيه باي وقت. زين، الحين الكوب الاخير او اللوحه الاخيره بعد ما رديت اسالفه الكوب، يبي لي افتح محل ايس كريم. خل اعلمكم سالفه على طار الايس كريم. طبعا انا من عشاق الايس كريم، لا وانطقي نوعيات يعني، اي ديره اسافرها يعني اوكرانيا، جورجيا، ما ادري لبنان، الصين، ماليزيا، سنغافوره، تايلاند، اندونيسيا، كل الدول اللي اسافرهم اروح ادور وين اماكن الايس كريم. طبعا تركيا الايس كريم عندهم وايد حلو، بس لبنان هم نفس الشيء، اللي يسمونه عندهم الايس كريم البوضه، هم يقولوا عليه ايس كريم عربي، حتى عندهم بالقشطه وما ادري المستكه. المستكه اعتقد ان هي من اللبان، لانهم يقولون عليها مستكه، حتى يخلطونها ما ادري بالكوفي وشذي، بس هي اعتقد ان هي من اللبان العماني مالنا. يعني شوفوا يعني احنا عمان لنا تاثير حتى في لبنان، ها حتى الايس كريم اللي قاعدين ياكلونه لنا بصمه فيه. انزين، وانا صغير كان دوم عندي حلم، يمكن تذكرون زمان، على طبعا انا 43 سنه مواليد 76، يعني مثل ما يقولوا من ايام الغوص، يمكن على ايامنا كان عندنا وايد انتشرت المحلات مثلا في صحار وشناص، ويعني الولايات هذه الحص اللي هي المكاين مال ايس كريم، يعني تحصلون محل صغير، دكان صغير شذي، وهندي مثلا قاعد يبيع فيه، حتى كان 100 بيسه يعني ما يساوي درهم او ريال سعودي، اللي هي الايس البسكوت هذا ويحطي لك فيه. زين، الحين بمزج بس بطريقه مختلفه، الحين بمسج اللي هو بالشكل العشوائي. انزين، فطبعا طلبة المدارس كنا كل الوقت يعني مثلا اذا نطلع من المدارس او شيء المصروف هابين هبة، خاصة احنا يعني مثلا لما نروح مثلا سوق صحار، السوق اللي عند الحين المجمع الصحي اللي هي المستشفى القديمة اللي كانت، احلى شيء خاصة بالحار يعني شذي، مثلا نروح انزين ب 100 بيسه نروح نشتري الايس كريم هذا، كان ولا ألذ بصراحه. ما ادري اذا احد من جيلي وحضر او اصغر شوي وحضر الفتره هذه كانت ولا اروع. طبعا انزين، انا كان عندي حلم دوم من وانا صغير، اقول نفسي شنو، ان انا احط حلجي في الماكينه مال الايس كريم، انزين يعني ان العامل هذا الهندي اللي يبيع يخليني ان انا اسوي الحركه هذه، وان بس استمتع. طبعا ما حد يقدر اكيد يعني البروده وشذا عشان الاسنان، ولكن يعني كان حلم طفوله يعني. فما ادري هل فيكم احد عنده نفس الشيء الشغف بالايس كريم، ولا انا اللي الموضوع عندي اوفر.
زين تشوفون هذا تكنيك مختلف تماما. الحين سويت في الكوب هذا، وان شاء الله اتمنى انها يطلع بشكل، انا اعتقد هذا بلش يطلع فيه خلايا. انزين هذا انا الحين خلصت نفس الشيء الكوب لحد اللوحه الرابعه. تدرون انا شنو سويت الحين؟ هاي ارتكبت غلط معين. انا الحين لما شلت الالوان الزايده الاكواب هذه الجلسات الصغيره خلطهم، الحين لو بغيت ارجع اخلط ازيد ما راح اعرف وين اللي بال دبليو 40 وين اللي بالزيت، لكن يعني ما عليك مشي حالك مثل ما يقولون عندنا الامور في الروب. اللي مو من عمان او يمكن مو من الباطنه، شمال الباطنه المناطق هذه، هذه عباره مشهوره يقولون الامور في الروب، انا ما اعرف شنو معناها، ولكن يعني حلو، شيء حلو ان الامور طيبه يعني. بعض الجلسه هذا يعني انزين. الحين عاد بنبتدي مرحله السكب، بس ابي ابعد شوي اللوحات عن بعض على اساس لان لما ينسكب ما يكون عندي، اعتقد شذي بيكون كافي. انزين هذه اول لوحة، هذا هي التكنيك الكوب المقلوب، ان احنا بنجيب مثل ما انت شايفين هذا، شوفوا التدرج صار شنو المزج، طريقة مختلفة ان بنحط الكوب، نقدر نحط الكوب في النص، نقدر نحطيه على حسب، وممكن نحط اكثر من كوبين على حجم اللوحه وعلى حجم حجم الاكواب. يعني ممكن لوحه مثل هذه لو انا استخدمت اكواب مثل هذه ممكن استخدم 2 3 حتى 4 على كميه الالوان وحجم الكوب في حد ذاته، كل واحد على حسب مزاجه. انزين هذه اول لوحه. انزين وهذه ثاني لوحه. وهذه اللوحة رقم 3. وهذه اللوحة الأخيرة، والآن يتراوالي إنها تطلع أفضل علشان حاسم الألوان أفضل من باقي الأكواب، ولكن ما أقدر أجزم، مرات تطلع النتيجة مختلفة. الحين شو اللي بسوي علشان أخلي الألوان؟ بخليهم شوي ثواني بس شذي الألوان تمتزج، وببلش هني بدبوس مثل ما انت شايفين. احاول ان انا اسوي فتحه هني علشان الهواء ينزل، الهواء يدفع الالوان انها تنزل. تشوفون لما اول ما ارفع الكوب شو اللي بيصير؟ زين هذه اول لوحه، على فكره طالعه معي الخلايا. طبعا التصوير بعيد اعتقد انه ما بيكون واضح عندكم كثير. طبعا النار او الحراره، استخدام النار او الحراره علشان نساعد الخلايا تطلع ولو في فقاعات هواء انها يعني تروح معنا. أنا ما أبي الألوان كلها تروح. انزين هذه اول لوحه، يعني ما ذاك الزود احسها.
لو الكاميرا قريبة كان شفت ان الخلايا بلشت تطلع، كل ما اطبق الحرارة اكثر كل ما الخلايا تصير اكثر تظهر وجهها. زين هذه اول لوحة، الحين هذه اللوحة الثانية. هذه ألوانها أحلى من الأولى بكثير. ما أدري إذا التصوير واضح عندكم ولا لا، يعني أنا بعثت اليوم الكاميرا قدر المستطاع علشان يكون أقدر أجيب الأربع لوحات يعني مع بعض. زين هذه اللوحة الثانية. هم نفس الشيء بطبق النار عليها. زين الحين اللوحة الثالثة، تشوفون هي الألوان بروحها نزلت، حتى ما سويت أنا فيها شيء. لا مو وقت الحين تتوقفي. اوكي هذه بعد الالوان مختلفة تماما عن الاولى وعن الثانية، يعني كل لوحة اخذت شكل مختلف. زين هذه اللوحة الثالثة معي. اوكي هذا الدبوس. هذه اللوحة الرابعة والأخيرة. اوكي هذا ما اخذ اكثر شيء طبقات اللون الاخضر. يلا قبل شوي زين هذه اللوحة الرابعة والأخيرة.
بس شوي على اساس اللون يغطي. زين هذا الاربع الابحاث معي بعد ما اجهزهم، ما ادري انت ايش رايكم. السيرم اللي هو سيرم الشعر هذا، يعني هو يعتبر فيه نوعا ما خلايا، ولكن يعني هي تقريبا اكثر خلايا فيهم. وعندنا هني اللي هو ال W40 السبراي اللي استخدمناه، ما في شيء يعني، تقريبا خلايا بسيطة صغيرة. هني اللي هو الزيت هذا الأسود مال المكاين والسياكل والقوالي وهالشغلات، يعني ما أعتقد إن في خلايا وايد. هو في يمكن هني شايفين المناطق هذه، ما أدري إذا باين عندكم التصوير أو لا، هذه المناطق هني شوي مثل خلايا كبيرة حجمها. هذه تعتبر اللي هي الزيت الابيض الصغير هم مال مكان الخياط، يعني سوى خلايا. لو تشوفون هنا الاصفر شلون مثلا طالع، ولكن ارجع واقول ان هذه كلها ما تعتبر خلايا، اللي هي يعني زيت السيليكون، اللي التاثير اللي يعطيه زيت السيليكون. اتمنى اليوم الفيديو يكون عجبكم. مثل ما قلت لكم، اي تعليق، اي نصيحه، اي ملاحظه، تمام، انا كل اذن صاغيه. انزين خل ببطل لكم الحين، براويكم شلون اللوح عن قرب، يمكن ما يكون واضح. انزين اوكي، بالعرض اصور مثل ما انا افضل. هذه اللوحه رقم واحد، طبعا الاضاءه عندي ما عارف اصور عدل عشان الاضاءه. هذه اللوحه رقم واحد، وهذه رقم اثنين، هذه اللي خلطنا فيها سيرم الشعر. مثل ما انتم شايفين، مثل ما قلت لكم، هذا يعني مسوي خلايا بالاسود. وهذه اللوحة رقم ثلاثة، هذه يوم انا اقول لكم انها مسوية خلايا شوي حجمها كبير، ولكن ما تعتبر خلايا، يعني انا اقول بامان يعني هذه ما تعتبر انها خلايا. زين، وهذه اللوحة الرابعة والاخيرة، فهذه الاربع اللوحات، هذه لوحاتنا حق اليوم، وان شاء الله اتمنى انها تكون عجبتكم. تمام، لا تنسوا تسوون لايك وشير. اول مره ما اعرف اصور حق نفسي، ولكن اتس اوكي اذا عجبتكم الفيديو، عجبتكم اللوحات. انزين لا تنسون تتابعوني، تسوون لايك وشير حق الفيديوهات، واللي يحب يشرفني في قناتي على اليوتيوب اللي هي قناه مشاوير، بتحصلونها موجوده في عندي في البروفايل. انزين حياكم الله، اشوفكم في فيديوهات ثانيه. صباح على خير.